الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان رفضهما القاطع لامتداد العملية العسكرية الإسرائيلية لرفح الفلسطينية، ويحذران من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة. ارتفاع حصيلات ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34,468 شهيداً منذ 7 أكتوبر الماضي. وبلينكين يؤكد من إسرائيل تصميم واشنطن على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل الأخبار، فأهلا بكم. أهلا بحضرتكم. الأخبار بالتفصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية. وحذر الجانبان من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة، وقد جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والكويت بمناسبة زيارة أمير دولة الكويت إلى مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الزعيمين عقدا مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من زخم متنامي. وقد اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية. أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين. تقدير الكبير للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين على المستويات كافة، وعزم البلدين على الاستمرار في تعزيزها خلال الفترة المقبلة واستكشاف مختلف مجالات التعاون المتاحة لدفع العلاقات الى افاق ارحب، بما يعكس العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين. كما حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقليد امير دولة الكويت قلادة النيل، والتي تمثل ارفع الاوسمة المصرية واعظمها قدرا وشأنا. واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول مختلف الاوضاع الاقليمية التي تكتسب اهمية خاصة لما يواجه البلدين والمنطقة من تحديات مشتركة تفرض تعزيز العمل العربي المشترك على شتى الاصعدة. وقد تم في هذا الصدد استعراض الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة وانفاذ المساعدات الانسانية الى اهالي القطاع، حيث اشاد امير الكويت بالموقف المصري المشرف تجاه الاشقاء في غزة. كما ثمن السيد الرئيس من جانبه الدعم الكويتي الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية، وتوافق الجانبان على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدوره للوقف الفوري لإطلاق النار.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر. تناول الاتصال مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة. كذلك أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع شتى الأطراف لوقف الحرب وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع واستعادات الأمن والاستقرار في الإقليم. يعقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم جلسة مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة. تتناول المباحثات التي تعقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة تتناول العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحماس. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك في تل أبيب. ومن المقرر أن يجري نتنياهو خلال زيارته مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري بلينكين محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المزيد من الإجراءات التي تضمن زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ضمن محطته الأخيرة من جولة أوسع في الشرق الأوسط تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل بعد زيارة الرياض وعمان في وقت سابق من هذا الأسبوع. زيارة هي السابعة لبلينكين في المنطقة التي شهدت توترات غير مسبوقة منذ 7 من أكتوبر الماضي. كانت الأولوية القصوى فيها هي الضغط على الحكومة لاتخاذ مجموعة من الخطوات المحددة لتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المقتضي بالسكان. وزير الخارجية الأمريكي أكد من إسرائيل أن الولايات المتحدة مصممة على التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس يكون مرفقا بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين، داعيا إسرائيل إلى العدول عن شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية. وتأتي مباحثات بلينكين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المساعدات بعد مرور نحو شهر على إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا صارخا لنتنياهو قائلا أن سياسة واشنطن يمكن أن تتغير إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات لمواجهة ما يتعرض له المدنيون من أضرار. وهدد بايدن بأنه يربط دعم إسرائيل خلال الهجوم على غزة باتخاذها خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين ساعيا للمرة الأولى إلى استغلال المساعدات الأمريكية في التأثير على السلوك العسكري الإسرائيلي. هذا وقد وقعت اشتباكات اليوم بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين من احتجاج مضاد بجامعة كاليفورنيا الأمريكية. وفي جامعة كولومبيا اقتحمت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية حرم الجامعة واعتقلت نحو 50 محتجا من المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة. الحرية لفلسطين كلمة باتت تدوي في مختلف الجامعات الأمريكية معلنة رفضها للسياسة الخارجية الأمريكية المنحازة بشكل أعمى وصارخ للاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين التاريخية. واليوم باتت النخبة السياسية الأمريكية الرافضة لاسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه في مواجهة النخبة الطلابية المنحازة للقضية الفلسطينية. ونتيجة لهذه المواجهة تصاعدت الأحداث بشكل كبير في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الأمريكية التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة. وبحق أصبحت هذه الجامعة المرموقة مركز الحراك الطلابي المناصر للقضية الفلسطينية والمناهض للحرب التي تخوضها إسرائيل ضد الغزيين.
ورفضا لسماع صوت الحرية ومحاولة لكتمان هذا الصوت الذي سيظل يسطح في سماء العالم، أخلت شرطة نيويورك بالقوة مبنى في جامعة كولومبيا تحصن فيه متظاهرون ومؤيدون للفلسطينيين، كما أخلت الشرطة جميع المتظاهرين من الحرم الجامعي. عناصر الشرطة دخلت بسائر معدات مكافحة الشغب الحرم الجامعي تؤازر مالياتهم ليقتادوا عشرات الطلاب المرتدي بعضهم الكوفية الفلسطينية إلى حافلات الشرطة لتوقيفهم. وخلال الأسبوعين الماضيين امتدت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين إلى سائر أنحاء الولايات المتحدة داخل جامعات كاليفورنيا، لوس أنجلوس، جنوب كاليفورنيا، كولومبيا، ييل، هارفارد، مرورا بالجامعات المنتشرة بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا. وعادت هذه الاحتجاجات إلى الأذهان ذكرى التظاهرات التي عمد الولايات المتحدة في نهاية ستينيات القرن الماضي تنديدا بحرب فيتنام، فيما ندد المتظاهرون بجامعة كولومبيا باقتحام الشرطة للحرم الجامعي لإخراجهم من قاعة هاملتون، وهي القاعة التي أطلقوا عليها اسم هند تكريما لطفلة فلسطينية استشهدت في الحرب في غزة وهي لم تزل في السادسة من عمرها. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم الثامن بعد 200 على التوالي. وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 33 شهيدا و57 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، بذلك يرتفع حصيلة الضحايا إلى 34568 شهيدا، إضافة إلى 77765 مصابة، وذلك منذ 7 أكتوبر. مع تواصل الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شنت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفا عنيفا على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء في غزة ورفح ودير البلح في اليوم الثامن بعد 200 للحرب الوحشية على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين. غارات وأحزمة نارية عنيفة طالت مناطق حي الزيتون وحي الصبرة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، كما قصف طيران الاحتلال الحربي منازل في تل الهوى ومخيم الشاطئ بمدينة غزة. طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين عشرات الشهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وما زال العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد. منطقة أبو حلاوة بمدينة رفح كانت في مرمى نيران العدو الإسرائيلي الذي استهدف خزان مياه، ما أدى إلى سقوط مصابين. وفي محيط مسجد الفاروق بمخيم الشابورة استشهد طفلان جراء استهداف منزلهما. وفي ظل إمكانيات متواضعة نشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لوقف العدوان، وأعلنت طواقم الإنقاذ والإسعاف في قطاع غزة أن هناك أكثر من 10,000 مفقود ما زالوا تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ولم تتمكن الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم بعد. وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنددة بالإبادة الجماعية تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح الأبرياء بعد استشهاد أكثر من 34,000 فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة أكثر من 77,000 آخرين. أعلنت سرايا القدس قصف مركز لجنود وآليات إسرائيلية بقذائف الهاون في محيط منطقة الشيخ أجليم جنوب غرب مدينة غزة. وكشفت سرايا القدس عن مشاهد من القصف الصاروخي المشترك لجنود وتحصينات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتسارين وتحقيقها إصابات مباشرة.
وقد حذر مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن جريفيث من أن اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة سيكون مأساة تفوق الوصف. أضاف جريفيث أن العالم لازال يدعو السلطات الإسرائيلية إلى تجنب اجتياح رفح، محذرا من أن تلك العملية سوف تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا وحدوث مزيد من الكوارث الإنسانية. وتأتي تصريحات جريفيث في وقت جدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته باجتياح مدينة رفح الفلسطينية. على جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله اللبناني في مناطق الخيام وكفر كلا والبليدة والعديسة جنوبية لبنان. ومن جهته أعلن حزب الله استهداف انتشار لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة غانت بصواريخ وقذائف مدفعية. هذا وأعلن الإسعاف الإسرائيلي جرح 2 جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه راموت نفتالي في الجليل الأعلى. أعلن الجيش الأمريكي تدمير زورق مسير بمنطقة تخضع لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن القوات الأمريكية نجحت في الاشتباك مع زورق مسير ونجحت في تدميره في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. أضافت أن الزورق المسير كان يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم. وفي تبنينة لسيادته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال رئيس السيسي إن هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به بذلوا قصارى جهدهم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة. أشار الرئيس السيسي كذلك إلى أن اليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، منوها بأن كل عام ومصر تزدهر بعمالها. توجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن. جاء ذلك في تدوينة للسيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد العمال. يحتفل الملايين العمال في مصر والكثير من دول العالم اليوم بعيد العمال الذي أصبح رمزا لنضال الطبقة العمالية من أجل حقوقها. بدأ الاحتفال بعيد العمال في عام 1924 إذ نظم عمال الإسكندرية احتفالا كبيرا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، ثم ساروا في مظاهرة ضخمة. هذا وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالعمالة على كافة المستويات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن العمال هم شركاء مسيرة البناء والتنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد العسومي في بيان له بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي على دعم البرلمان العربي لجهود العمال المخلصة في دفع عجلة التنمية في الدول العربية، وأشار إلى أن احتفاء البرلمان العربي اليوم بهذه المناسبة يجسد تقديره الكبير لما يقوم به العمال من عطاء لا ينضب في سائر ميادين الحياة. We'll be right back.
أنبائنا العالمية يواصل الجيش الروسي تقدمه في عدة جبهات في أوكرانيا، حيث أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أن الجيش الروسي قصف 13 بلدة تابعة للإقليم. كذلك قتل 3 أشخاص على الأقل في قصف صاروخي روسي استهدف مدينة أوديسا في جنوب غربي أوكرانيا. تصعيد متواصل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي اندلعت منذ أكثر من عامين. وفي أحدث حلقات التصعيد أعلنت أوكرانيا أن الجيش الروسي قطف 13 بلدة تابعة لإقليم خيرسون، حيث لحقت أضرار بثمانية منازل وكذلك برج اتصالات المتجر. وفي منطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا هجمت القوات الروسية المدينة بصواريخ باليستية ومسيرات مفخخة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، كما تضررت البنية التحتية للمدينة. وتستهدف روسيا باستمرار مدينة أوديسا بالصواريخ والمسيرات المفخخة، حيث تكتسي موانئ المدينة الساحلية الكبيرة المطلة على البحر الأسود أهمية كبرى للصادرات الأوكرانية. وفي المقابل اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 6 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية. هذا وتتواصل المعركة وتميل لكفة روسيا، حيث يواصل الجيش الروسي تقدمه في عدة جبهات في شرق وجنوب أوكرانيا. من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إنه أمر بتسليم المزيد من الأسلحة وبشكل أسرع لعملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، وذلك للحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجوم، وكذلك زيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة للقوات وخاصة الأسلحة. ختم النشرة، إذن هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان رفضهما القاطع لامتداد العملية العسكرية الإسرائيلية لرفح الفلسطينية، ويحذران من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34,568 شهيدا منذ 7 أكتوبر. الشرطة الأمريكية تفض اعتصام الطلاب المؤيدين للشعب الفلسطيني في جامعة كولومبيا وتعتقل عددا منهم. شكرا طيب المتابعة، وللمزيد دائما على .eg. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.